علي بس لقيته. احنا بدناش نكرم عليك حفاظا على صحتك. الحمد لله على السلامه. على السلامه يا فدائي كايد، ترفع الراس، فخورين فيك يا حبيبي. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. الحمد لله على السلامه. الحمد لله على السلامه كايد. شو رسالتك للكل، لكل الاسرى اللي تركت خلفك؟ بخص اخوي هواشي، شمر هواشي، ان شاء الله ربنا ينصره وبنال الفرج ان شاء الله عن قريب. ان شاء الله. عمدي الله على السلامة. عمدي الله على السلامة. فخورين فيك يا حبيبي. خلونا فيك. ان شاء الله عنا. خلونا فيك الكلمة لكل الاسرى الفلسطينيين. ان شاء الله عنا. الحمد لله على السلامة يا كايد. الحمد لله على السلامة. بوجه لهم التحية طبعا لكافة الاسرى في السجون ضد الاحتلال. وبحكي لهم ضربة خطرين وصمدين، وإن شاء الله ربنا بفرجع عليهم بإذن الله. عديد واو. لما جيتك على المستشفى أول يوم للفرج. حضور عدد كبير من المسؤولين. يلا شباب. نتحرك احنا على رب العالمين. شكر لله طبعا ومن علينا في النصر، وان شاء الله طبعا الشكر لكل ابناء شعبنا الفلسطيني. يد حماس ايضا سيكون كل بني ادم وقف معي، كل احرار العالم، كل من ساعد في الوصول ويبدو انه ترسيخ هذا الانتصار، شكرا لهم جميعا. يشعر بكرامه. طبعا رسالتي ان يستمر التضامن مع الاسرى بشكل عام وخاصه الاسرى المضربين والذين ما زالوا مضربين حتى الان، ان شاء الله ربنا ينصرهم يعني زي ما انتصرت ان شاء الله رب العالمين. رسالتي لهم يضلهم يتضامنوا مع الاسرى ويستمروا تضامنهم مع الاسرى ان شاء الله. نهنئ شعبنا بمثل هذه الايرادات وهذه الصمود الاسطوري. هذا النصر اللي حققه كايد الفسفوس صفقه حاده على وجه الذين هرولوا للتطبيع مع اسرائيل. هذا درس لكل المسكونين بالرعب من إسرائيل أن بأمعائنا يمكن أن ننتصر. وبالتالي كايد هو من الدراس الحي والنموذج الذي يجب أن يقتدي به الشباب. قبل أيام غدا انفر واليوم كايد، وهذه أوسمة على صدر الشعب الفلسطيني. نتمنى غدا إن شاء الله لهشام أبو هواش ولآخرين أن يتغلبوا بإراداتهم لقهر هذا الاحتلال الذي لا يفهم إلا لغة القوة.